مرحبا، معكم أنا عبد الواحد. اليوم إن شاء الله رح نكمل موضوع الفليكس بوكس. رح نبدأ في الفيديو رقم 8. بتقدروا تشوفوا الفيديوهات السابقة على القناة. حكينا في أول فيديوهات في موضوع الفليكس بوكس عن الخصائص اللي بتحكي على الأب اللي هو الأف كونتينر اللي بيحتوي الايتمز، وبعد هيك بدينا في الفيديو رقم 7 بنحكي على الايتمز أو الاليمنتس اللي جوا الديف. في آخر فيديو سابق حكينا عن خاصية الأوردر. اليوم إن شاء الله رح نحكي عن خاصية الفليكس جرو. خلينا نشوف، ولنفترض إنه إحنا في عنا الكود HTML، هذا في عنا كونتينر وفي عنا جوا 4 ديفز، هاي 1 2 3 4، تقريبا نفس الإكزامبل اللي اشتغلنا عليه في موضوع الأوردر، مغيرين احنا شوية ترتيبهم زي ما حكينا في الاكزامبل السابق. خلينا نشوف على الانسبكتور ايش الخصائص المعطاة للكونتينر ولا البوكسز اللي داخله الايتمز. هنلاحظ انه الابو الاف كونتينر ماخد ويدث 1000 بيكسل، ومعطي انا لكل بوكس من البوكسز هذه ويدث 200 بيكسل، وبالتالي انا عندي 200 200 200 200، يعني عندي 800 بيكسل، وبالتالي ضل عندي هنا مساحة فاضية ما فيش فيها ديف لانه الكونتينر اكبر من الايتمز. طيب عندنا خاصية اسمها فليكس جرو. فليكس جرو من اسمها انه هي بيعمل الاليمنت او الايتم بيعمل جرو، يعني بيكبر. طبعا احنا اتفقنا من بعد الفيديو السادس انه الخصائص اللي بنحكي عنها هي خصائص خاصة في الايتمز او في الاليمنتس اللي داخل الكونتينر او داخل البيرنت. فليكس جرو معناها انه الاليمنت بده يكبر. طيب في عنا ديفولت فاليو لها اللي هي 0. خلينا نشوف، يعني لو انا اجيت هنا قلت له الريد فليكس جرو 0، بدي اعطي نفس الخاصية للباقيين واشوف هل بتغير ولا لا، تغير عنا اشي ولا لا. تغيرش عنا حاجة. ليش؟ لانه الديفولت فاليو عنا 0، يبقى الديفولت فاليو از 0 في الفليكس جرو. خلينا بس لما نحط هنا على الانسبكتور خلينا نشوف ايش الويدث. هاي 200 200 200 200، وبالتالي ما صارش عنا حاجة. طيب لو انا اجيت وقلت له انه غير لي، اعطيني الفليكس جرو للريد 1 واليالو 1 والبلو 1 والبينك 1، غيرنا الديفولت فاليو اللي هي كانت 0. شوف ايش صار. هنلاحظ انه البوكسز كلها الاربعة كبرت وغطت عنا كل المساحة الفاضية، يعني هو عمل جروينج للايتمز هاي بحيث انه وزع المساحة الفاضية، عمل ديستريبيوتينج للمساحة الفاضية على الفور بوكسز. نشوف ايش صار الويدث تبعها. هي الريد طبعا بس لانه الاوردر احنا غيرنا فيه في الاكزامبل قبل. هاي 247 247 247، وهي 247. فبنلاحظ انه هو عمل جروين، كبر الويدث تبع الايتم كلهم متساويين لانه الجروينج عملناه كله واحد للفور ديفز. طب لو انا اجيت على مثلا اليالو، لو انا قلت له الجرو لليالو 2، خلينا نشوف ايش صار الويدث. هاي الاحمر 238، الازرق 238، البينك 238، طب الاصفر 276. يبقى لانه الجرو تبعه الفليكس جرو تبع اليالو كان بقيمه اكبر، وبالتالي عمل له جروينج اكبر من الثري ديفز التانيين. لو انا اعطيته فليكس جرو 3 هنلاحظ انه كبر بزياده، بصير يكبر وبصير يقلل من الديفز الثانيه. تاني لو انا اعطيته مثلا فليكس جرو 10 هنلاحظ انه هو عماله بيكبر على حساب الديفز التانية، لأنه أنا الديفز التانية عملته الفليكس جرو تبعها 1. لو أنا أجيت مثلا على البينك
وطول الفليكسي جرو تبعه 2، هلاحظ البينك صار يكبر. لو انا اعطيته 10 زي اليالو، هلاحظ انه صاروا تقريبا التنين متساويين على حساب ديف 1 وديف 3. وبالتالي خاصية الفليكسي جروينج هي لو كانت عندنا الديفز الموجودة أقل من الود تبعها كاملة، أقل من الديف اللي هي قاعدة فيه، بتعمل جروينج وبتتوسع وبتوزع السبيس الفاضية عليها على حسب القيم اللي أنا بعطيها في الفليكس جرو. نقطة كتير مهمة، الفليكس جرو ما بتقبلش نيجاتيف فاليوز، مفعش أنا أعطيها قيم سالبة. إن شاء الله يكون خاصية الفليكس جرو واضحة، ورح توضح إن شاء الله معنا أكتر في الفيديو القادم لما نشوفها مع الفليكس شرينك. شكرا لكم.